أبدا في مثل هذه اللقاءات في كل الدوريات. حضرت اليوم ستكون مع لقاء كبير مع الكبير مع الملك والفريق الملكي فريق ريال مدريد الذي يلعب اليوم مباراة هامة جدا ليواصل مشوار المطاردة من أجل الصدارة. برشلونة على القمة ب 15 نقطة، أتلتيكو مدريد 15 نقطة، فياريال بعد التعادل 11 نقطة. يأتي ريال مدريد في واحدة من مباريات الجولة الخامسة من أجل حصد 3 نقاط ليرفع رصيده إلى النقطة رقم 13. يواجه اليوم فريق ختافي، واحدة من المباريات أو الدربيات الصغيرة نستطيع أن نقول عنها بهذا الشكل، على اعتبار أن ختافي وريال مدريد واحدة من المباريات والتي تعد هي رقم 19 في تاريخ ومشوار لقاءات الفريقين. 5 انتصارات لفريق ختافي تاريخيا مقابل 11 انتصار لفريق ريال مدريد، وبالتالي في آخر 3 جولات، في آخر 3 مباريات، في آخر 3 سنوات على هذا الملعب ما بين الفريقين، فاز ريال مدريد بالأربعة في كل مرة. العام الماضي فاز ريال مدريد 4-0، قبل الماضي فاز 4-2، قبل الماضي فاز ريال مدريد على ختافي 4-0، ولكن في لقاء ختافي وريال مدريد في ملعب ختافي كان الانتصار لختافي العام الماضي بهدفين مقابل هدف. مباراة يحاول ريال مدريد أن يكمل المسيرة التي يجب أن نقول عنها أنها مسيرة ناجحة، أن ينتصر في أول 3 مباريات ويتعادل مع فياريال، ثم يعود وينتصر لأول مرة تاريخيا على جالاتا سراي بالستة ويقدم عرض كبير وقوي واستفاقة لكل نجومه ولاعبيه. إذن نحن على موعد مع مباراة كبيرة للكبير ريال مدريد في مواجهة ختافي صاحب المركز 13 وريال مدريد في المركز 4، واحدة من اللقاءات الهامة في الجولة الخامسة. إذن على بركة الله صفرة حكم اللقاء ديفيد فرنانديز، وبداية أحداث المباراة سانتياغو برنابيو كالعادة ممتلئ عن آخره لمتابعة النجوم الكبار. أغلى لاعب في التاريخ يحضر مباراة اليوم، جاريس بيل يلعب اللقاء من البداية، وهي المشاركة الأولى للنجم الويلزي مع ريال مدريد هنا في البرنابيو. موجود أيضا رونالدو، موجود كل النجوم، وإن كان هناك غياب أيضا لبعض النجوم. ريال مدريد يلعب لقاء اليوم بحراس المرمى ديجو لوبيز، خط الظهر فيه بيبي وناتشو، كارفاخال وأربيلوا، خط الوسط سامي خضيرة بيبدأ النهاردة في نص الملعب مع إيراميندي، دي ماريا وجاريس بيل، بنزيما ورونالدو. تركيبة نشوف بدايتها على البرنابيو هيبقى شكلها ايه. مودريتش مش موجود، راموس مش موجود، بعض الاسماء اللي تعودنا، اسكو ايضا مش موجود من البداية، لكن كل دول على دكة البدلاء. بينما فريق ختافي بحراسة المرمى مويا، خط الظهر ارويو، لوبيز، أليكسيس اسكوديرو، خط الوسط ميتشيل وموسكيرا، وبداية وكرة عرضية ولكن الى ضربة المرمى. بيدرو ليون لاعب ريال مدريد السابق موجود النهاردة في التشكيلة من البداية، كذلك ديجو كاسترو، لافيتا وميكو في الخط الأمامي. واحدة من المباريات المتابعة باستمرار، أنشيلوتي طبعا موجود، زيدان أسطورة كرة القدم الفرنسية الكبيرة، واحد نجوم ريال مدريد في زمن جميل وصاحب هدف من أجمل أهداف الشامبيونز ليج في آخر بطولة حصدها ريال مدريد كان ذلك من 11 سنة عندما صوب بالقدم اليسرى في مرمى ليفركوزن، واحد من أجمل وأروع الأهداف على مر التاريخ. أصبح مدرب، درس قعد سنتين 3 يدرس في فرنسا تحديدا، وأصبح مساعد مدرب حاليا لأنشيلوتي المدرب الإيطالي، بينما لويس غارسيا المدرب الأسباني يقود فريق ختافي. كرة عالية فوق، ختافي كالعادة بالأزرق والملكي بالأبيض، كرة طويلة أمامية، نشوف الانسجام، نشوف فارق السرعة، نشوف أكثر فرق العالم قدرة على عمل هجمات المرتدة. دي ماريا وأول أهداف اللقاء، أول أهداف اللقاء يضيع لثالث مرة. فرصة، نموذج مش يدرس، نموذج هو المثال للهجمات المرتدة، أي سرعات، أي انطلاقات، أي اختراقات، أي عرضيات، أي رغبة يبدأها الملكي من البداية. دي ماريا وجاريس بيل وبنزيما ورونالدو، مربع رهيب يقود سامي خضيرة من الخلف أمام حضراتكم، النجم الألماني من أصول تونسية. أيضا إيراميندي يلعب لقاء اليوم من البداية مع جلوس لمودريتش على دكة البدلاء، وإسكو نجم الموهوب القادم من مالاجا أيضا يجلس على دكة البدلاء. أربيلوا وكارفاخال ظاهرين جنب في حضرة بيبي وناتشو، وراموس بعد الشعور بالإجهاد على حد تصريح طبعا كارلو أنشيلوتي بعد موقعة جالاتا سراي هناك في تركيا، والعودة بانتصار كبير وعريض وعميق والفوز بستة أهداف.
كان هناك نصيب كبير للنجم الكبير رونالدو بأن أحرز 3 أهداف. بنزيما سجل هدفين وإسكو كان سجل هدف من الأهداف الستة. بيبي ينطلق ويتقدم من البداية، الرغبة كبيرة بل وخطيرة، الكرة العرضية ولكن على طول حارس المرمى ميخيل أنخيل مويا حارس مرمى فريق ختافي على طول. شفنا خضيرة بينطلق للأمام، هيبقى عنده حرية أحيانا، الدور اللي كان بيعمله مودريتش يعمله خضيرة، وممكن يستنى إيراميندي على اعتبار يقفل نص الملعب أكتر. أكيد الرغبة هجومية، الاستراتيجية هجومية، ولكن ريال مدريد من الفرق اللي لما بتكسب بتكسب من خلال سرعة الهجمات المرتدة باستمرار، هذا لا يقلل من قيمة العمل الجماعي، فالدفاع هو جزء رئيسي في كرة القدم ثم الانطلاق بالقدرات والإمكانيات. أنشيلوتي مدرسة إيطالية، مدرسة الكاتاناتشو، لاعب روما ولاعب الميلان ومدرب عديد الأندية سواء في إيطاليا في إنجلترا، هنا أيضا في تجربة كبيرة مع ريال مدريد. أدي المدرب اللي كان لاعب مغمور وفي طريقه ليكون مدرب مشهور، كان بيلعب ستوبر، اعتزل اللعب وعمره 28 سنة، لعب لأتلتيكو مدريد، لعب لريو فايوكانو، لعب لبين روم، ولكن اعتزل. وأول أهداف اللقاء، نعم نعم نعم، إنه أول أهداف اللقاء في واحدة من المفاجآت التي يقدمها لافيتا، اللاعب رقم 7 يسجل تاني أهدافه في هذا الموسم في واحدة من المفاجآت الغير سارة لعشاق ريال مدريد، لعشاق هذا الفريق الملكي الكبير. ختافي الذي انتصر العام الماضي على ريال مدريد يبدأ بمفاجأة كبيرة جدا جدا جدا. أنخيل لافيتا بضغط من نص ملعب، حكم اللقاء لم يطلق الصفرة، كان التحضير والتصويب وصدام بأقدام المدافعين لتغير الاتجاه ليكون أول أهداف اللقاء بعد 4 دقائق فقط من البداية. لويس غارسيا يدفع بضغط عالي من البداية ويفاجئ ريال مدريد ويضغط عليه، ثم تصويبة تصطدم بالدفاع وتغير الاتجاه لتكون أول أهداف اللقاء وخامس الأهداف التي تدخل مرمى ريال مدريد في المباراة الخامسة هذا الموسم. لافيتا لاعب خط الوسط المهاجم، 29 سنة، لاعب سرقسطة وديبورتيفو وواحد من اللاعبين المتميزين تماما، هدفين فقط سجلهم العام الماضي في 26 مباراة، حتى الآن في 5 مباريات يسجل هدفين هذا الموسم. ضغط قوي، تزداد المباراة صعوبة، تتغير الاستراتيجية، قد تكون ضغط جماعي لريال مدريد، قادرين على العودة؟ نعم قادرين، ولكن مفاجأة قد تحزنك أوائل الأمور وتسعدك أواخرها. هذا هو شعار الفرق الكبيرة باستمرار إذا جاءت المفاجأة، وبالتالي جماهير ريال مدريد قد تكون حزينة للهدف لكنها ليست قلقة بالشكل الكبير، على اعتبار يقول لك لما الهدف يجي بدري أحسن ما يجي في الدقيقة 87 ولا الدقيقة 88 والوقت يضيع وتنتهي المباراة. إذن الفرصة قائمة للعودة، وختافي فرصة كبيرة لحصد انتصار للعام الثاني على التوالي والسادس تاريخيا في تاريخ الفريق أيضا المدريدي. حاولات في نص الملعب، انطلاق على طول لريال مدريد، إيراميندي ولكن سامي خضيرة، فتح الأجناب والضغط من البداية هيبقى مستمر على طول. أربيلوا أقصى اليسار، تحضير تاني من جديد، تصويبة ولكن خلاص حائط بشري وغاب من السيقان، ومنظر هنشوفه متكرر كتير كتير كتير. أربيلوا واخد التقدم من الجبهة اليسرى وزايد بشكل كبير على طول بداية اللعب، نشوف ناتشو هو اللي هيزيد ممكن أحيانا أو بيبي، لكن هل الزيادة هتكون على حساب المغامرة في فتح مساحات؟ هل الزيادة والرغبة في التعويض هتكون على حساب عدم احترام قيمة لاعبين بقيمة ميكو وبيدرو ليون لاعب ريال مدريد السابق ولافيتا صاحب الهدف اللي سجل حتى الآن؟ بالتالي اختبار جديد وضغط كبير على ريال مدريد من البداية. نعم فاز بالستة على جالاتا سراي ولكن يصطدم بهدف مبكر لختافي. برشلونة عارفين فاز هذا الأسبوع برباعية، وبيدرو يسجل أول هاتريك ليه في مسيرة مشواره مع فريق برشلونة، فاز البرشا ويعتلي الصدارة عن جدارة. أتلتيكو مدريد أيضا فاز هذا الأسبوع خارج الحدود على بلد الوليد. كمل ونشوف الكرة العرضية، ولكن على طول الدفاع في الوقت المناسب، لوبيز الأرجنتيني يتصدى وبشكل ممتاز وبشكل ممتاز. تاني من جديد طويلة على طول أمامية أقصى اليسار، بداية التحضير والضغط الجماعي هيبقى موجود باستمرار، ودي بتبقى طبيعية في الحاجات اللي زي دي، ما فيهاش مشكلة أبدا على اعتبار أن الفرق الكبيرة متعودة على هذا الأمر.
سوء البخت والحظ طبعا بعدم بداية جاريس بيل، إصابة في الإحماء كانت سبب في تعطيل بدايته للمباراة، ودي واحدة من تبقى البعض المفاجآت، لكن لا تربك الفرق الكبيرة. الفرق الكبيرة عندها القدرة على أنها تتعامل من البداية في مثل هذه الظروف وهذه المواقف، ولا تفاجأ أبدا بهذه المواقف. عندهم القدرة، عندهم لعيبة كبار، نجوم كبار جدا جدا. تاني من جديد محاولات، إسكو موجود في التركيبة الهجومية للفريق، وسبحان الله يمكن بينه وبينكم وجود إسكو قد يكون أدي الضغط اللي تم، ودي الزيادة العددية على طول على رونالدو في أي مكان هو موجود فيه، واللعيبة بتدخل عليه بقوة وقسوة شوية، لأنه ما برضو عارفين أنه هو قوي، مش مجرد لعيب حريف أو مهاجم وهداف، لا بتفرق كتير جدا جدا جدا. وجود إسكو في عدم وجود مودريتش بيبقى شيء جميل. تاني من جديد تحضير، وضغط من فريق ليفانتي في بعض الأحيان يسبب بعض القلق، وأعتقد أن تكرار هذه الهجمات يزيد من حرص لعيبة ريال مدريد على عدم دخول أهداف في مرماهم من جديد. تاني من جديد في نص الملعب على طول محطوطة دي ماريا، واحد من اللعيبة اللي بتزود نص الملعب باستمرار، حاول يلعب على المساحة إلى رونالدو لكن مقفول عليه بشكل كويس. تقدم أقصى اليسار، ديجو كاسترو جابها اليسرى، ولافيتا بحاول يهرب للأجناب، ولكن ضربة حرة بصافرة من حكم اللقاء ديفيد فرنانديز، 40 سنة حكم المباراة، كان أدار لقاء سنة 2010 بين الفريقين، وكان فاز في ذلك الوقت ريال مدريد على ختافي 4-2 في ذلك الوقت. حكم من سنة 2004، حكم دولي من 3 سنوات الحكم ديفيد فرنانديز. بداية لعب تاني من جديد، يعني مش مكتوب لجاريس بيل ان يبدأ المباراة من البداية، ولكن إصابة في الإحماء ودي بتحصل كتير، فكان نزول إسكو على اعتبار يكمل التركيبة اللي يبقى موجود مع دي ماريا وموجود بنزيما مع رونالدو. 4-4-2 هتبقى كتير كلاسيكية في بعض الأحيان، خاصة ان بعد التأخر بهدف الضغط باثنين مهاجمين هيبقى باستمرار. إسكو أقصى اليسار، رونالدو مكانه المفضل باستمرار، مضغوط عليه واحد على واحد، ولكن على طول إلى رمية التماس، إلى رمية التماس. أرويو 7 سنوات مع فريق ختافي الباك والظهير الأيمن لفريق ختافي. تاني على طول في نص الملعب يبدأ بيبي، خروج الفريقين للأمام سواء كان ختافي للخلف أو ريال مدريد للأمام، بيرجع اللعب كله خلاص في منتصف ملعب ختافي، فبيطلع لغاية نص الملعب سواء كان موجود بيبي أو ناتشو، هما الاثنين بيبدأوا اللعب من تقريبا دايرة نص الملعب زي ما حضراتكم شايفين، وبالتالي بيبقى موجود 21 لعيب في منتصف ملعب، مساحات في المعظم بتبقى ضيقة، بالتالي الريتم السريع والمهارات والقدرات الخاصة بتلعب دور. خطأ من جديد، وسامي خضيرة أنا بقول إن هو بيزودها شوية في موقف يحتاج إلى التصرف السريع، وده الفرق ما بين سامي خضيرة لما بيلعب فوق من حقه يعمل الكلام ده، لكن المنطقة الخلفية محتاجة حرص أكتر. تاني من جديد أقصى اليسار، سعود أوزيل قطعا انتقل إلى فريق الأرسنال وفاز الأرسنال هذا الأسبوع بالثلاثة. تاني على طول أقصى اليمين كارفاخال، أقصى اليمين يحضر تاني على طول إلى دي ماريا، إيراميندي، دي ماريا حركة من غير كورة، المهارة الخاصة بيحاول يستخلص لكن الزحمة والمهارة. تاني من جديد الكرة العرضية قد تكون، ولكن دفاع قوي وضربة مرمى في النهاية، ضربة مرمى. سكوديرو، ديجو كاسترو جابها شمال، بيضغطوا بشكل كويس، لعبة مكررة بتبين قد ايه نسبة الضغط اللي بيتم على كريستيانو رونالدو. تاني من جديد دي فرصة الهدف طبعا اللي سجل بتغيير الاتجاه كانت، وبالتالي خدعت حارس المرمى الحارس ديجو لوبيز، وعارفين ان كاسياس مصاب من بعد دقائق قليلة في لقاء جالاتا سراي في افتتاحية مباراة الشامبيونز ليج، في افتتاحية جميلة. وعموما ريال مدريد قبل هذا اللقاء مقارنة بالسنة اللي فاتت هو افضل كتير جدا جدا جدا. ريال مدريد قبل هذا اللقاء في بطولة الدوري جمع 10 نقاط وليه 8 أهداف وعليه 4. السنة اللي فاتت ريال مدريد قبل هذا اللقاء بعد 4 جولات كان عنده 4 نقاط فقط، التعادل مع فالنسيا، الخسارة من ختافي، الفوز على غرناطة، والخسارة من إشبيليا. إذن هذا الموسم ريال مدريد حتى اللحظة قبل بداية هذا اللقاء أفضل من العام الماضي بستة نقاط، وبالتالي ده مؤشر ان البداية قوية عن الموسم الماضي تفرق كتير. ايضا الفوز بالستة على جالاتا سراي وكسر حاجز عدم الفوز هناك في تركيا معنويا ورقميا ايضا ممتاز، وان كان العام الماضي كان بدأ الشامبيونز ليج بالفوز على مانشستر سيتي ب3-2 في لقاء كان لرونالدو دور كبير جدا كالعادة. حاولة تاني من جديد، جابي ألونسو طبعا مش موجود، مارسيلو مع ريال مدريد مش موجود،
نجوم الكبار، أسماء الكبيرة اللي غايبة عن تشكيلة الفريق، مع كاسياس، مع كوينتراو، مع فاران طبعا المدافع برضو، تاني دي ماريا، إلى بنزيمة، 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 حركة من غير كرة رونالدو، ولكن دفاع ممتاز من أليكسيس ديلغادو. أليكسيس ثالث موسم لديلغادو مع تشكيلة ختافي، مدافع قوي، يمكن خلال مشواره وتاريخه كله ما سجلش ولا هدف في 179 مباراة، إنه دوره دفاعي بنسبة 100%. دي ماريا نجم الأرجنتيني الكبير، عالية فوق، ولكن على طول تصدي من حارس المرمى مويا في توقيت ممتاز. شوف حركتهم من الدفاع للهجوم مش هتبقى كتير، لا في العدد ولا في السرعة، أدى الضغط والمسك والشد. طبعا أعتقد لعبة زي دي بعض الحكام بيحسبوها ضربات جزاء، وده بيبقى منطقي جدا جدا جدا، ولكن بعض الحكام أحيانا بتعتبر الحاجات دي جزء من التحامات كرة القدم الطبيعية وقت لقطات الضربات الحرة. إسكو هربال شوية ناحية الشمال مكان رونالدو الطبيعي، عودة تاني على طول ناتشو إلى بيبي، أقصى اليمين كارفاغال، موقف هيبقى مكرر كتير. أعتقد أن سقوط إسكو ودي ماريا هو اللي ممكن يحل مشاكل الزحمة اللي في المنطقة دي، ورونالدو يفرغ نفسه للمنطقة العليا شوية شوية، ما يرجعش ورا كتير طالما في زحمة، لأن في زحمة يبقى مشوار السرعات بتاعته مش هيستفيد منها كتير، لكن قدام قدراته التهديفية من لمسة أو لمستين ممكن تفيد أكتر. حاولات من جديد، هتخد بداية اللعب كتير دايما من اليمين للشمال والعكس، دي ماريا وتغيير الاتجاه، ادي رونالدو، هي المنطقه دي ممكن يشتغل فيها كويس على اعتبار يسيب الاجناب ويسيب الخلفيه للعيبه نص الملعب اكتر. تاني من جديد التقدم معموله بشكل جميل، وتقدم وضغط قوي، ولكن على طول انقاذ في اللحظه الاخيره. كارفاغال بيحاول يزيد قدام حضراتكم، 21 سنة لاعب ليفركوزن الألماني السابق بعدما انتقل إليه من ريال مدريد، عاد من جديد ليكون ظهير أيمن في تشكيلة الفريق. صابت جارس بيل، كل كان منتظر يشوفه في البرنابيو في بداية المباراة مع ريال مدريد، كان ليه هدف سجله في فياريال قبل أن يتعادل رونالدو 2-2 في الجولة الرابعة، الجولة الأخيرة من بطولة الدوري. إسكو، إسكو حد من المواهب الأسبانية الجميلة اللي صعدت في الفترة الأخيرة، إسكو 9 أهداف في 36 مباراة الموسم الماضي مع مالقا. بنزيما كان في الشمال، بنزيما راح في اليمين، بنزيما رجع تاني للشمال، إسكو أول أهداف اللقاء، ولكن تصدي وضربة حرة غير مباشرة، تسلل على ريال مدريد، تسلل على الفريق المدريدي بتقدم ممتاز لأربيلوا. لن نشوف المواقف دي فعلا أوفسايد واضح تماما، الباص اتأخر شوية، شوف الزحمة قديه، 2 4 6 8 لابسين أزرق في حوالي 20 متر بالعرض و10 متر بالطول، يعني 10 أفراد أو 7 8 أفراد في 200 متر، أعتقد نسبة تخلي المساحات ضيقة فعلا. تاني من جديد، شوف الزحمة اللي عاملينها لاعبي الختافي، هنا نص الملعب هيلعب دور كبير جدا جدا، وده أعتقد هو ده الدور الرئيسي اللي المفروض يكون لسامي خضيرة وإيرامندي، هم دول اللي يحلوا المشكلة دي في نقل اللعب بسرعة، في تغيير اتجاه اللعب بسرعة، اللي هي المنطقة اللي فيها إدارة اللعب في المنتصف. دي ماريا بيضطر يرجع لهذه المنطقة، لهذه الإدارة اللي بقول لحضراتكم عليها، كارفاخال إلى بنزيما إلى دي ماريا إلى بيبي، على طول من جديد أقصى اليسار إسكو، تعدي على طول إلى أربيلوا، سيناريو هيتكرر كتير، وطالما النتيجة 1-0 فكل عاشق للملكي الآن غضبان متضايق ويخاف الوقت يعدي والأمور تمر بدون ما يسجل، يبقى مشكلة تاني من جديد للفريق، ولكن الكبار دايما قادرين على التفوق في هذه المواقف. ختافي فريق مكافح، فريق قوي، فريق شجاع، فريق انطلق وتقدم وحاول الميرينج، ولكن على طول إلى ضربة المرمى، إلى ضربة المرمى من الاستعجال جاي بيحط ضربة المرمى بإيدي أربيلوا. يعني فريق ختافي من الفرق المزعجة في بعض الأحيان، لأن من سنة 2005 لسنة 2008 كان لعبوا حوالي 8 مباريات متتالية، في الثمان مباريات متتالية من 2005 ل 2008 ختافي فاز 4 مرات، ريال مدريد فاز مرتين، والتعادل كان مرتين، يعني فريق مزعج في بعض الأحيان، فريق فاز 5 مرات في 18 مواجهة، يعني حوالي تلت تقريبا المواجهات فريق فاز في عدد المرات، ده معناه ان هو فريق مش سهل، فريق عنده خبرات، فريق عنده تاريخ يسمح لي
انه يقدر يفوز على ريال مدريد، بدليل انه فاز العام الماضي بهدفين. وبرادا النجم المغربي اللي انتقل الى الجزيرة الاماراتي كان واحد من من سجلوا العام الماضي في مرمى فريق ريال مدريد. اسكو ودي ماريا، تدي الكاميرا بقى تنطلق الى وجوه اللاعبين وتعبيراتهم وردود افعالهم، البحث عن الشخصية، بحث عن القدرات على الثبات الانفعالي والتركيز والقدرة على العودة. ادي الضربة الحرة سريعة ورونالدو، ولكن نعم 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 نعم، اول اهداف اللقاء. لسه بقول لحضراتكم القدرة على العودة، القدرة على الاصرار، القدرة على التحدي. بيبي يرفع صوته ويقول ما في حد ادي، كان رونالدو من البداية وبيبي في النهاية ليتعادل ريال مدريد 1-1. الرد جاء سريعا، جاء قويا، ويحسب على دفاع ختافي انه طلع وصعد للامام اكتر من اللازم، ترك مساحة لتكون الكرة، بس طلعوا كتير جدا جدا زيادة عن اللزوم، ادى فرصة. اللعبة الاولى رونالدو لم يكن متسلل ابدا، وفي اللعبة الثانية لم يكن بيبي متسلل ابدا ليكون هدف التعادل. من دي ماريا الى رونالدو الى بيبي، المدافع البرتغالي البرازيلي يتقدم بهدف التعادل لريال مدريد. هدوء للاعصاب، شيء من الثقة تعود حتى للمشاهد المتابع للمباريات، ليس فقط للاعبين. وزي ما قلت لحضراتكم اللاعبين الكبار والفرق الكبيره ما بتقلقش قوي لما بيجي فيها هدف مبكر، عندها الثقه وعندها الامكانيات، ونجحوا ان هم يعودوا بعد 19 دقيقه من البدايه. برافو 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 برافو، عوده قويه. ناتشو بيبدا دايما بدايه اللعب من الخلف، حاول يزيد في بعض الاحيان، وكذلك إيراميندي، لكن بيضغط عليه، بيتورط في واحد على واحد، بل واحد على اثنين، واحد على ثلاثة. مع مرور الوقت لازم يعرف ان المنطقة دي اللمسة واللمسة واللعبة هي السحر الكبير اللي صعب على اي حد ان هو يقف امامه. لمسة ولمسة ولعبة، ودي قيمة اللاعبين الكبار اللي لعبوا في هذا المكان على مستوى العالم كله باستثناء قلة قليلة. كان ريدوندو واحد من لعبة الارتكاز المهاريين اللي يقدروا يجروا ويخترقوا وينطلقوا، ودي كانت تركيبة تانية وحزبة تانية. رونالدو فنتاته، رونالدو مهاراته، ولكن مضغوط عليه باستمرار، وضربة حرة لصالح ريال مدريد. 20 دقيقة والتعادل 1-1. 3 نقاط لريال مدريد تعني صعود الفريق إلى نقطة رقم 13، ليبقى الفارق نقطتين ما بينه وبين برشلونة وأتلتيكو مدريد. بينما ختافي في المركز 13 برصيد 4 نقاط، لو يفوز يصعد إلى المركز 7، يمتلك كل الأدوات وكل الطموحات. ثاني الضربة الحرة برضو طالعين أكتر من اللازم، غريبة جدا غريبة جدا غريبة جدا، ولكن أوفسايد، ولكن أوفسايد، لكن غريبة قوي إن هم طالعين لغاية حدود بره منطقة الجزاء بسبع ثمان ياردات، حدش بيعمل كده كتير. بص حضراتكم، خاصة إن لعيبة ريال مدريد السرعات بتاعتهم والانطلاقات من الثبات عندهم والتمركز الكويس أعلى من مستوى المدافعين، خصوصا المدافعين بيبقى ظهرهم للمرمى أو جنبهم للمرمى، المهاجمين وشهم أو جنبهم، فتشريحيا فسيولوجيا سهل إنك تجري لقدام وصعب إنك ترجع لورا، والمهاجم بيكون جاي من ورا لقدام واخد سرعته والستارت بتاعه. فأعتقد دي واحدة من المشاكل اللي بيعاني منها فريق ختافي في البوزيشن اللي بيعمله في الدفاع بهذا الشكل، رغم إني لاعب مدرب الفريق كان مدافع واستوبر من قبل كلاعب قبل أن يبقى. شوف بص حضراتكم، بص الوضع ده في صالح المهاجمين، انت بتدي فرصة للمهاجم ان عنده بالضبط 22 ياردة كاملة، لكن لو انت واقف على خط منطقة الجزاء لن تعطي للمهاجمين اكتر من 10 ياردات فقط. فارق المساحة والفارق الزمني في التعامل يخلي بيبي ياخد راحته ورونالدو ياخد راحته، فسجل ريال مدريد وجمهوره دلوقتي واخد راحته ينتظر التقدم بالهدف الثاني. ديجو لوبيز حارس المرمى اللي أبهر الجميع الحقيقة بأدائه، ومورينيو مش عايز أقول إن إعادة اكتشافه من جديد، لكن صدق على قيمته كحارس كبير في لحظة خلاف واختلاف في حاجات كثيرة مع كاسياس، ولكن كان عند حسن الظن، وده يبين إن في كتير حراس بيكونوا مظلومين. وسبحان الله، يمكن ديجو لوبيز لقى في سكته مورينيو في ظروف زي دي، البعض بيبطل كورة وبكل إمكانياتهم تسمح إن هم يكونوا أكتر وأفضل كتير من لاعبين كترو بل ونجوم. تاني من جديد كارفاغال باك اليمين لريال مدريد، الى على طول خضيره، سامي خضيره، لكن مودريتش، اعتقد ان وجود اسكو في عدم وجود مودريتش ده طبيعي، طالما مودريتش مش موجود على الدايره يبقى يفضل ان اسكو يكون فوق.
لان مودريتش لعيب على الدايره ولكن بسمات لاعب الوسط المهاجم اللي بيدير مجموعه نص الملعب، واسكو ممكن يدير هذه المرحله وهذه المنطقه في المنطقه العلويه. فسبحان الله قدر الله ما شاء فعل، اصيب جاريس بيل في الاحماء او في التسكين ونزل اسكو من البدايه في تمريره سيئه في اللقطه الاخيره. حاول الثاني من جديد، ديجو كاسترو يعود للخلف باستمرار، خلاص بيلعبوا زي ما حضراتكم شايفين 4-4-2 كلاسيكيه. ادي المدرب لويس جارسيا 41 سنه، بينما كارلو انشيلوتي 54 سنه. كارلو انشيلوتي في انجلترا فاز بالدوري 3 مرات، كارلو انشيلوتي في انجلترا فاز بالدوري مع فريق تشيلسي زي ما قلت لحضراتكم مرتين، وفاز بكاس الاتحاد وفاز بالدرع الخيريه، وبيبقى مش سهل انك تدخل على الدوري الانجليزي وتدخل تحصد البطولات على طول. مع باريس سان جيرمان خد الدوري، مع الميلان ايضا بطوله الدوري، مع اليوفي كذلك انجازات كبيره حققها هذا المدرب الكبير، فاز بدوري ابطال اوروبا كلاعب وفاز به كمدرب، مع روما حقق انجازات جميله وكبيره وفاز بالدوري مع روما ايضا كلاعب، وصل لنهائي الشامبيونز ليج وخسر امام ليفربول بركلات الترجيح هناك في روما، ضغط قوي في اللعبه الاخيره وقرار تحكيمي من ديفيد فرنانديز حكم اللقاء صاحب الأربعين سنه بلعبة لصالح ختافي. اتعمل هنا إعاقة، اعتبر اللعبة الأولانية طبيعية جدا، الثانية اتعمل إعاقة وبالتالي تعتبر ضربة حرة. فعلا يقول لوبيز 32 سنة دلوقتي، 16 مباراة لعبهم السنة اللي فاتت بعد مشاكل كاسياس، هذا الموسم هو اللي بيلعب كل المباريات، دي خامس مباراة لهذا الموسم. ضربة الحرة، تمركز، راجعين ورا محترمين الموقف تماما، مفيش مجال للاخطاء من جديد. في سقوط على الارض، سقوط على الارض جاي من الاوفسايد اعتقد، فعلا تسلل على ختافي. بقول لحضراتكم فريق ختافي هذا الموسم خسر مرتين، تعادل مره وفاز مره، خسر من سوسيداد 2-0، خسر من بلد الوليد 1-0، تعادل مع الميريا 2-2، وفاز في اخر مباراه على اوساسونا بنتيجه 2-1 بهدفي ميكو في الخط الامامي. بينما فريق ريال مدريد فاز 3 مرات في الدوري على بيتيس بثنائيه، على غرناطه 1-0، على بلباو 3-1، وتعادل مره واحده مع فياريال 2-2. من جديد هداف الدوري حتى الان هو ميسي بستة اهداف، بيدرو عنده 5 اهداف، دييغو كوستا عنده 5 اهداف، راؤول جارسيا عنده 4 اهداف. مجرد ارقام في البدايه، وبدا صراع رونالدو ميسي يبدا من جديد. نعم حضر جاريس بيل لكن لسه حتى الان لم يخطف الاضواء، والتسلل واضح، خط الظهر واقفين الحقيقه بخط افقي مظبوط، والتوقيت بتاعهم كان مناسب جدا جدا جدا. تسلل اللعبه اللي فاتت، لويس جارسيا المدافع الاسباني واللي صعد بفريق ليفانتي الى الدرجه الاولى، دربه من 2008 ل 2011، وبين يونيو 2011 هو مدرب لفريق ختافي. السنة اللي فاتت الفريق كان ترتيبه العاشر في بطولة الدوري، السنة اللي قبلها كان ترتيبه الـ13، السنة اللي قبلها كان الـ16، اللي قبلها كان ترتيبه الـ6. في واحدة كانت من المفاجآت الجميلة لعشاق الفريق. عودة تاني، بيلعبوا دلوقتي جيم مفتوح، فتحوا صدرهم من تاني بعد ما رجعوا للخلف لضغط ريال مدريد. سامي خضيرة بكعب الرجل، ولكن سامي خضيرة لعيب كويس، بس مهم جدا انه يلعب اللي يتناسب مع قدراته المهارية. قدراته البدنية عالية جدا، قدراته الذهنية عالية جدا، قدراته التكتيكية كفهم عالية جدا، لكن قدراته المهارية كتكنيك في بعض المواقف لا تتناسب مع كتير من قراراته اللي بياخدها في بعض المواقف الصعبة. صفرات على دييغو كاسترو لاعب فيخون وملقا السابق، 57 هدف سجلهم هذا اللاعب خلال مشواره في 147 مباراة، نسبة تهديف كويسة خلال مشواره بشكل عام. عودة من جديد، ناتشو اضطر يعمل واحدة قطرية ولكن أجمد من اللازم. يا سلام يا سلام على كارفاخال، خدها بشكل كويس. لسه ما فيش ربط جماعي أبدا ما بين لعيبة ريال مدريد في التلت الهجومي، نتيجة الدفاع القوي لختافي وبعد اللاعبين عن بعضهم البعض في بعض الأحيان. أدي إسكو أقصى اليسار، شوف الزحمة، دي ماريا أفضل لعيبة ريال مدريد حتى الآن، وصانع الهدف من الضربة الحرة، وصاحب الهدف هو بيبي المدافع الدولي البرتغالي الكبير. أدي دي ماريا، أنشط وأفضل وأكثر لعيبة ريال مدريد في 27 دقيقة، ثقة وقدرات وحالة، وقدراته تتناسب مع ظروف المباريات المعقدة أو المغلقة المساحات. دي ماريا
رونالدو بعيد بيعمل بلوك على الثاني. ادي الكره العاليه فوق بالبوكس معموله حلوه قوي من مويا. احتاج على الجنب شويه. هجمه المرتده سرعتها تفرق، لكن في احترام كبير جدا جدا وتدخل وانقاذ في الوقت المناسب. قلت لحضراتكم ان راموس مش موجود بعد الاجهاد اللي شعر به، لكن هو موجود معانا في المباراه. جارس بيل اصابه في الاحماء، مودريتش موجود كاحتياطي، كذلك موراتا وخوزي رودريغيز وكاسيميرو اللاعب البرازيلي ايضا موجود في تشكيله البدلاء في لقاء اليوم. من جديد هيرامندي 23 سنه لاعب خط الوسط لريال مدريد، بيلاقي نفسه تاني دي ماريا بقول لكم فايق ورايق ومعدي وتاني من جديد، لكن خمسة قفلوا عليه، اعتقد لازم يخلص منها بسرعه لان قدراته الخاصه في المرور جميله، ولكن عند مرحله معينه لازم يبتدي يخلص من الكره شويه. مش قادرين لعيبه ختافي يسيطروا بشكل ممتاز، مش قادرين. تاني الضغط، تاني رونالدو 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 رونالدو، ولكن على طول دفاع حديدي. تاني ضغط، شوف القوه اللي عنده، ما شاء الله عنده قوه وعنده سرعه وعنده مهاره. وادي التحضير العظيم يا ولد يا ولد يا ولد، بص شوف دي ماريا بيعمل ايه، وبص شوف مويا حارس المرمى بيعمل ايه. افضل لاعب في المباراه، فعل كل شيء الا التهديف. روعه 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 روعه، متعه 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 متعه. استلام جميل، تحضير مكانه المفضل، كره اللولبيه بتاعته على طول النجم الكبير دي ماريا. 25 سنة النجم الأرجنتيني، بطل ذهبية بكين مع منتخب الأرجنتين، 31 هدف خلال مشواره في 178 مباراة بشكل عام سواء هنا أو في البرتغال. تاني من جديد رونالدو رونالدو إلى كارفاخال والعرضية، ولكن تمركز الدفاع وضربة ركنية ضربة ركنية. مرة بيصعد أربيلوا ومرة بيصعد كارفاخال، ولعيبة ريال مدريد بيعرفوا يلعبوا الاثنين كويس، لكن خلينا ندي فريق ختافي حقه في تمركزه في قوته في قدرته على غلق الطرق في اتجاه المرمى باستمرار. دي ماريا والضربة ركنية سريعة وعالية فوق، ولكن من جديد إلى ضربة المرمى، بل ضربة ركنية من جديد. بنزيما بنزيما النجم الفرنسي، 5 سنوات دلوقتي البنزيما مع ريال مدريد. السنة اللي فاتت جاب 11 هدف، السنة اللي قبلها جاب 21 هدف في الدوري بس، السنة اللي قبلها 15 هدف. ادي الكرة اللي عليها فوق، تاني على طول الدفاع مرة واثنين وثلاثة، ودي المواقف اللي بتحتاج سامي خضيرة وتحتاج راموس تحتاج بيبي، تحتاج الناس اللي هي بتتخانق مع الكرات العالية وعندها شجاعة وقوة. وادي انذار في اللعبة الأخيرة، انذار نتيجة الصراع القوي والانفعال. بعض اللاعبين أحيانا في الزحمة بيكونوا قاسيين شوية، وبالتالي انذار لأليكسيس. بص بص بايده اليمين، بعض الحكام بيدوا اللعبات اللي زي دي كارت احمر، لكن بيبقى كويس ان الحكم في الزحمه يشوف الحاجات اللي زي دي، لكن البعض بيدي في دي كروت حمراء لان هنا في تعمد ضرب بدون كور، ودي لعبه واضحه تماما. ومع ذلك بيبي طيب وقلبه جميل على غير العاده، يعني راح احتضنه كده وقال له خلاص مفيش مشاكل مفيش مشاكل. سانتياغو برنابيو احتضن نهائي الشامبيونز ليج 4 مرات، اخرها الانتر وبايرن ميونخ في 2010، واحد من الاستادات الكبيره على مستوى العالم. نهائي كاس العالم 82 وفوز ايطاليا على المانيا بالثلاثه، باولو روسي وتارديلي والتوبيلي في حدث تاريخي كان في ذلك الوقت. نهائي امم اوروبا 64 عندما فازت بها اسبانيا على الاتحاد السوفيتي، كان على نفس الملعب قبل ان تعود اسبانيا بعد ذلك وتسيطر على كره القدم الاوروبيه والعالميه، وفي التصنيف هي الاولى على العالم في الفتره الاخيره وباستمرار. ضربه حره لصالح دي ماريا ورونالدو رونالدو، والبحث عن اللحاق بكبار القوم في التسجيل على مستوى الدوري الاسباني. راؤول كالعاده في القمه، صراع مع دي ستيفانو وبوشكاش وهوجو سانشيز على مستوى ريال مدريد تحديدا ايضا والتصويب. وضربه جزاء قد تكون ضربه جزاء ام ماذا؟ اعتقد هتتلعب لمسه اليد، لا هي ضربه جزاء، اعطاها ضربه جزاء صعود وهو داخل منطقه الجزاء ورفع ايديه بوضع تشريحي غير طبيعي. بعض الحكام اهو واضحه اهي، خلاص في حكام بيحسبوها وفي حكام ما بيحسبوهاش، لكن هي ضربه جزاء، رفع ايديه بوضع مش طبيعي، والكره قويه ولكن مسافه 9 متر و15 سنتي اللي هي العشر ياردات تسمح له انه ما يخليش ايديه بهذا الشكل في اتجاه الكره لتكون ضربه جزاء والبحث عن التقدم لريال مدريد. البحث عن التقدم لريال مدريد من خلال بوابة ضربة الجزاء. مش بسهولة
مش بسهولة انك تكون خسران وتتعادل. الخسارة جت في لحظة وكأنها ألم. بقول لك يأتي الألم راكب حصان ويأتي الشفاء سيرا على الأقدام. بعد 4 دقائق جاء الألم وبسرعة، بينما الشفاء قد يحتاج إلى 33 دقيقة ليعود ريال مدريد. ورونالدو يسجل، نعم 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 نعم، يسجل الأسطورة، يسجل رونالدو هدف تاني ليتقدم ريال مدريد بهدفين مقابل هدف. يأتي الألم راكب حصان ويأتي الشفاء سيرا على الأقدام. رونالدو تعظيم سلام. 2-1 ضربة جزاء يسجل من خلالها النجم الكبير هدف يصل من خلاله إلى مرحلة المنافسة الفعلية مع هوجو سانشيز، والاقتراب أكثر وأكثر من علية القوم في التسجيل على المستوى الأسباني المحلي، سواء كان بوشكاش سواء كان دي ستيفانو راؤول الأسطورة. وبالتالي يتقدم رونالدو بتاني أهداف ريال مدريد. 2-1 2-1، لكن ثقة كبيرة، مش هنختلف على دي. قد يكون أحيانا اللعب مش جميل قوي، لكن الحقيقة دي مارية ممتعنا كلنا، لكن في النهاية ضغطوا كويس، قربوا كويس، سجلوا هدف وسيطروا واستمروا فسجلوا التاني. واضح ان في بعض من الانسجام مش مكتمل عند التركيبة ككل، وده مش بالسهل. يا سلام على دي ماريا العظيم، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن في النهاية الى ضربة ركنية. الله الله، بص شوف دي ماريا بيعمل ايه، شوف دي ماريا وانطلاقاته وتمريراته، ولكن في النهاية انقاذ من أليكسيس المدافع الكبير في صفوف ختافي. توقيته كويس بسن الحذاء من داخل منطقة الجزاء، ويحرم رونالدو من ثالث الأهداف. 2-1 2-1، في آخر 3 سنوات على نفس الملعب فاز ريال مدريد في كل مرة بالأربعة، مرتين 4-0 ومرة 4-2. دي ماريا والركنية عالية فوق، ولكن بيبي والبحث عن ثنائية إلى ضربة المرمى، إلى ضربة المرمى. دفعوا شدوا جذبوا، ودايما المواقف دي ليها ناسها وليها رجالها. المواقف اللي فيها احتكاكات، كرات العالية، تمركز، خطوتين اللي هتاخدهم، الارتقاء اللي هتطلع بيه، شجاعتك وانت طالع، حماية نفسك بين ان ممكن تنضرب او تتزق او تتشد، كل دي امور التدريب والتعود بيلعب دور. بص شوف دي ماريا بيعمل ايه، لا بيعمل النهارده يوم عظيم، دي ماريا النهارده بيعمل يوم عظيم جدا جدا جدا. الحقيقه امتياز مع مرتبه الشرف حتى اللحظه لدي ماريا، يبقى فقط التهديف حتى تكتمل للنجم الكبير الصوره. اسكو استلام مع الدوران مع التحضير مع التمرير لإيراميندي لاعب خط الوسط عميق، هذه المره بنزيما غير اتجاهه. فرجوا بس لما لعيبه ختافي يتعبوا شويه او يفتحوا اللعب شويه، مباراة زي دي ممكن تخلص 5-6 بالراحة بالراحة، لأن طول ما هم قافلين المساحات طول ما في صعوبة وتقليل لفرص ريال مدريد في التاريخ. لكن أعتقد على مدار 90 دقيقة الدنيا ممكن تتغير كتير كتير كتير. عودة تاني، ضغط وكفاح ومطاردة رونالدو، دي ماريا مرة، رونالدو مرة. 17 مليون يورو في السنة راتب، هو اصلا كان بيع ب 17 مليون سنه 2003، وفي 2009 اصبح سعره 92 مليون، ولكن اصبح سعره اللي اتباع بيه لسبورتنج لشبونه الى مانشستر يونايتد بشكل عام 17 مليون. هم راتب سنوي للنجم الكبير ليكون اعلى راتب واعلى تصويبه في اللقطه الاخيره فوق العارضه بيرضى، ولكن ضربه ركنيه لمصلحه ختافي. ضربه ركنيه هي دي اللعبات اللي لازم نص ملعب يكون قافل فيها كويس، ولكن الحقيقة نص ملعب تمركزه بهذا الشكل شيء جميل، يحسب للاعب ريال مدريد السابق كابتن ختافي بيدرو ليون. عنده 27 هدف في 111 مباراة خلال مسيرته في الدوري الأسباني كلاعب خط وسط، يعني تعتبر نسبة معقولة خاصة ما بتكونش مع الفرق الكبيرة كتير. ادي الضربة الركنية عالية وسريعة، لوبيز لمسة واحدة بالبوكس على طول، ضغط قوي. برادا كان السنة اللي فاتت عامل موسم عظيم جدا جدا، انتقل للجزيرة الإماراتي تاني من جديد. محاولة بنزيما، هات وخد، قصيرة صغيرة إلى دي ماريا النجم الأرجنتيني الكبير. شوف رونالدو اتحرك، فتح مساحة جميلة راح فيها بنزيما، الناحية العكسية من غير ما يبص من غير ما يبص. هي دي الحتة اللي بحكي لحضراتكم عليها، الربط ما بينه وبين اسكو. لكن شفنا شفنا ازاي رونالدو اتحرك قطري، راح في مكان جديد وخلق مساحه جديده. الخالق هو الله، لكن دي قيمه رونالدو، انه لعيب ما بيستلمش من الثبات، دايما بيستلم من الحركه، سواء اتحرك في مكان انت هتسلمه
أو اتحرك من مكان، المكان اللي بيفضى بيتم استغلاله من لاعب آخر، سواء اللي معاه الكرة نفسه أو زميل آخر بيجي يستغل هذه المساحة. وأي تكتيك هجومي أساسه خلق المساحة ثم استغلال. زميل خالد ياسين ويوسف شيبو بخبرته الكبيرة ورؤية ستكون كبيرة إن شاء الله بين الشوطين لتحليل هذه المواقف، خاصة اللي من غير كرة، لأن قيمة اللاعبين الكبار ليس فقط والكرة ما بين أقدامهم، بل قيمتهم الأكبر والأعظم بدون كرة في التحركات الجميلة اللي بيعملوها وخلق المساحات سواء لنفسهم أو لزملائهم اللاعبين. ضاغط فريق ختافي من قدام، شايفين حضراتكم نلعب في الدقيقة 39 عكس فترات كثيرة ساعة 1-0 1-1، وده منطقي وطبيعي. بيبي قلشت منه شوية، قلشت تطلع على طول إلى رمية التماس. كارلو أنشيلوتي مدرب باريس سان جيرمان السابق، مدرب الميلان ومدرب بارما ومدرب اليوفي، مدرب تشيلسي قطعا. النهاردة المان سيتي بيفوز بالأربعة على المان يونايتد، النهاردة انتصار لروما بتوتي ورفاقه على لاتسيو في ديربي كبير وعظيم. عندوف النهاردة بيقصوا أيضا على أياكس، مباراة كبيرة وعظيمة بتلعب الحياة في العالم كله. أدي على طول ديجو لوبيز والكرة الأمامية، سلام على رونالدو، لمسة جميلة جدا، لكن في عمق دفاعي وفي حارس طالع، يعني حل من الاثنين، عمق دفاعي من أليكسس وحارس مرمى مويا موجودين، هذه المرة عمق هجومي هوبو، ولكن اتأخر. هو ده الفرق، خلي بالك، هو ده الفرق ما بين مهاجم ومهاجم، ما بين لعيب ثمنه 2 3 4 مليون ولعيب ثمنه 30 40 50 60 مليون. هي المواقف دي، خطوات الرجلين، كوردينيشن نفسها. ميكو راس الحربة سجل هدفين في أوساسونا، عنده 43 هدف خلال مشواره، عنده 28 سنة عمر، عنده من الخبرات والإمكانيات، ولكن الكوردينيشن وتغيير خطوات الرجل لتتناسب مع وضع ومكان وزاوية وقرار الكورة تفرق كتير جدا جدا جدا. حاجات صغيرة بين السطور، تفاصيل هي اللي بتكون هذه المنظومة الجميلة للاعب يساوي 3-4 مليون أو 30-40 مليون. خطوة واحدة تخيلوا بيتم تقييمها بهذا الشكل. يا سلام على خرفخال، خرفخال عدى بسرعة زمان ومهارات زمان وترسات زمان وفرصة، ولكن برافو 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 مويا، بنزيما كاد أن يسجل، لكن برافو كارفاخال. تاني رونالدو، فصل مهاري، إبداع وإمتاع، إبداع وإمتاع، عرضية عالية فوق بنزيما، لا 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 لا، أي هدوء وأي ثقة، صوب يا ولد، صوب يا ولد، يصوب ولكن عالية وبعيدة. دي ماريا نجم اللقاء الأول كاد أن يسجل ثالث أهداف اللقاء. الله، بقول لكم بمجرد ما تتوجد المساحات، أدي المساحات، وادي المهارات، وادي الانطلاقات، وادي العرضيات، وادي الفرص، كان هيقول له بالشبكة هات، ولكن حارس المرمى مويا، دي ترقصات زمان، خلاص خلاص خلاص، مفيش مدافعين دلوقتي بيترقصوا بالطريقة دي، حاجات بتاعت السبعينات والثمانينات، مش كده ولا ايه؟ اعتقد ان كارفاخال عمال ياخد الثقة من يوم للتاني، ياخد مكانه ومكانته بشكل كويس. السنة اللي فاتت مع باير ليفركوزن سجل هدف في 31 مباراة في البونزليغا، كان مع ريال مدريد من قبل، سواء بي أو سي، تقدم واشتغل باجتهاد وعمل باجتهاد، فعاد من فريق من جديد ليكون ظهير أيمن فريق المفضل. يا سلام على دي ماريا وما يقدمه في هذا اللقاء، بينما إسكو واضح أنه ما كانش محضر نفسه ليدخل المباراة، تفاجئ بإصابة جارس بيل، دخل المباراة ولكن حاضر غائب حتى الآن. إسكو الذي لم يكن معد نفسيا ولا ذهنيا لهذه التركيبة، بينما دي ماريا بسم الله ما شاء الله، رونالدو كالعادة ودائما وأبدا متوهج ومشتعل ويساعد على الاشتعال، بنزيما يحاول من حين لآخر، بينما دي ماريا هو السيد هذا اللقاء بقيمة ريال مدريد الكبيرة في هذه المباراة. عودة من جديد، عودة من جديد، لافيتا بيلعب على المساحة، حطته في مكان كويس جدا جدا، اشتغل بالعرض، شوف الضغط اللي عمله كارفاخال، مسك بإيده وسنانه، مش عايز يسيب موقع الظهير الأيمن، كان فيها قسوة شوية ويتحصل على إنذار، إنذار من حكم اللقاء ديفيد فرنانديز. كان أدار، قلت لحضراتكم آخر مباراة أدارها كانت مباراة السوبر برشلونة وأتلتيكو مدريد، كانت واحدة من المباريات الكبيرة، كان انتهى فيها حالتين طرد لو نتذكر وسبع إنذارات، لكن آخر مباراة أدارها لريال مدريد وختافي نفس الحكم كان في مارس 2010، يومها فاز ريال مدريد على ختافي هناك في ختافي بأربع أهداف مقابل هدفين، كان طلع خمس إنذارات في ذلك اليوم، منهم ثلاثة لختافي واثنين لريال مدريد. حكم اللقاء ديفيد فرنانديز.
البدلاء بيكونوا مسخنين من قبل ما ماتش ما يبدأ، يعني الاحتياطيين دايما بيكونوا مسخنين مع الفريق وهو بيسخن، ومتفقين ان الجسم بيحتفظ بالإحماء لمدة 60 دقيقة ساعة كاملة. عشان كده بعض اللاعبين احيانا تلاقي لعيب اتعور التاني نزل من على الدكة بتاعته على الملعب على طول، لان الجسم محتفظ بالإحماء ساعة كاملة فقط. ستريتشنج سريع جديد في نص الملعب معمولة من دييجو كاسترو، بازل جهد كويس دييجو كاسترو، شو بيتحرك دلوقتي في المساحة ازاي، سلام يا سلام يا سلام، لكن تغطية دفاعية ممتازة وتوقيت عظيم جدا 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 من ناتشو. سوبر الفريق يلعب في هذا التوقيت الى جانب بيبي مع غياب راموس الذي يجلس على دكة البدلاء للراحة للراحة. ريال مدريد والفوز على جلطة سراي بالستة، عنده كوبنهاجن ثم اليوفي ثم اليوفي ثم جلطة سراي ثم كوبنهاجن بالترتيب في المجموعة الثانية. انتصار بالستة في أول مباراة رسالة لمن يهم الأمر بأن بطل البطولة من قبل مرتين كمدرب، بطل البطولة من قبل مرتين كلاعب أنشيلوتي، قادر على حصد البطولة رقم 10 في تاريخ النادي الملكي الكبير. ضربة ركنية تعدي من ناحية العكسية على طول وتبقى ضربة رمي التماس. صاحب الهدف لافيتا صوب الهدف بعد 4 دقائق، صمت هيمن على المدرجات، ولكن دي ماريا شد كل اللاعبين بثقته وشخصيته ورؤيته ومهارته ونجح أن يعيد ريال مدريد للمباراة ويتقدم 2-1. هدف لبيبي من ضربة حرة بأقدام دي ماريا ثم رونالدو، وهدف آخر جاء من خلال ضربة جزاء بأقدام رونالدو، هدف في الدقيقة 19 وهدف في الدقيقة 34. تاني من جديد محاولات حط في نص ملعب على طول إيراميندي، هو وسامي خضيرة بيغيروا أماكنهم كلعيبة نص ملعب ارتكاز، ده مرة يمين وده مرة شمال، إن هما الاثنين مفهومش واحد أشول، فطبيعي التمركز في هذا المكان مفيش مشاكل أبدا. إصابة للافيتا، أنخيل لافيتا 29 سنة، هدفين السنة اللي فاتت في 26 مباراة زي ما قلت لحضراتكم، وصاحب هدف فريقه الوحيد في هذه المباراة، بينما المدرب لويس غارسيا مولود في مدريد بالمناسبة، المدرب مدريدي مدريدي يعني ابن المكان. وعندنا دقيقتين وقت بدل ضايع يشير بيهم حكم اللقاء الرابع لويس ميلا. المرحلة القادمة ما ننساش عقب هذا اللقاء إن شاء الله عندنا مباراة بإذن الله تبقى ما بين فالنسيا وإشبيليا، فالنسيا 3 نقاط ترتيب 16 وإشبيليا نقطتين في المركز 20. غدا تكتمل مباراة هذه الجولة بلقاء إسبانيول وبلباو، تبديل اضطراري بإصابة طبعا الكرة المشتركة اللي خد فيها إنذار الحقيقة المدافع كارفخال، وبالتالي هيخرج لافيتا صاحب هدف فريقه الوحيد، وتبديل بيبقى اضطراري للمدرب، بيفقد لعيب كويس بالنسبة له لعيب مهم. طبيب طبعا بيشتكي وبيتكلم بيقول عن سبب الإصابة بتكون إيه، ولكن لعيب كويس لعيب موهوب لعيب محترم نقدر نقول. شوف سرابيا هو اللي ممكن ينزل، فعلا فعلا سرابيا، بابلو سرابيا 21 سنة من اللعيبة الصغيرين، بقاله 3 سنوات مع الفريق، السنة اللي فاتت لعب 13 مباراة، السنة اللي قبلها 19 مباراة، السنة دي بيشتدي هو بيشتغل، هو أصلا لاعب مدريدي سابق كان في الفريق الثاني لريال مدريد، عنده مشوار 45 مباراة و12 هدف خلال مسيرته في المرحلة السابقة، رغم صغر سنه لكن عنده من الخبرات اللي تسمح إن ممكن يشكل دور مهم في تركيبة الفريق في المرحلة القادمة مع إصابة لافيتا. لكن الإصابة اللي حصلت لريال مدريد هو جاريس بيل اللي كان المفروض يبدأ المباراة، ولكن عدم وجوده من البداية خلى إسكو طبعا يكون حاضر، ولم يظهر إسكو بالشكل المطلوب طوال هذا الشوط. كرة طويلة أمامية بنزيما، لكن حارس المرمى عجبني الحقيقة حارس مرمى مويا، تركيزه كويس، تمركزه دايما كويس، تركيزه وتمركزه. شوف حضراتكم لاحظوا خروج الكرة دي فيها شك كبير، تغطية هنا موجودة من أليكسس، ولكن عادي بتمر وبتعدي. فتحين اللعب دلوقتي ريال مدريد مصلحته اللعب يكون مفتوح، اضطر ريال مدريد اللي بيتعود على هجمات المرتدة انه يتعود على الضغط العالي وتضييق المساحات، ونجح بالفعل انه يعود ويحول الخسارة بهدف سجله اللاعب لافيتا بعد 4 دقائق لختافي، ان يعود اولا بهدف لبيبي بعد 19 دقيقة ثم هدف رونالدو بعد 34 دقيقة من ضربة جزاء.